اخواني اطلعوا بهي الجثث الصغيرة واطلعوا منيح بالامام اللي قتلتوه لانه قدام. احكوا لشوف هذا هو الحق؟ قولوا لي لشوف رح نسمح لهدول الكفار انهم يسكتوا الاذان تبعنا؟ ردوا علي رح نسمح لهم يقتلوا اولادنا كمان؟ ما رح نسمح لهم، ما رح نسمح لهم ابدا، ما رح نسمح لهم ابدا، رح يمسوا اولادنا. الله معنا يا جماعه، رح يوصلوا باذن الله مسؤولين. ساعدوني اللي نرفعهم. يلا يا شباب يلا يا شباب، سموا بسم الله. طلبي الوحيد منكم انه ما تخافوا هدول الظلام، واذا ضليتوا صامدين فهن بيكونوا ولا شيء. الله لا يوفقكم. وهالقصة ما نجحتوا فيها؟ شو هالبهدلة عدنان؟ نحن عملنا يلي علينا غريب هيك. اللي فشل الموضوع هذا زعيم رجاله، ما قدروا يكملوا على المنطقة. بسيطة بسيطة، موضوعنا نحن تمام؟ جبنا اللازم وسكرنا الموجود. الأصل إنكم جبتوا اللازم وهذا هو المهم. جبناه، بس لو رجالك منتبهين بيكون أحسن. ممكن ما تكونوا بهذا الحظ كل مرة. الولاد ممكن يكونوا وقعوه. أنا كمان عم نظف من وراكم. مو هيك كان قصده، بصراحة هو تربايتي أنا. بسيطة، مو خسرانين شي بنوب. أرديل بالنسبة إلنا كانت بروفة حلوة، معناها نحن هلأ لازم بأقرب فرصة ممكنة نخلص من الدكتور ورجاله كلهم. مفهوم عدنان؟ زعيم جرحه عميق كتير، هون ما فيني أعمل شي، مضطرين ننقله على المستشفى. بدك تعالجه هون دكتور، ما عندك حل ثاني. عم قلك عم بيموت يا زعيم، ما ضل عنده أي قوة، فقدم كتير ممكن يروح فيها. اوعكم تفكروا بأي حركة غلط، اوعكم، وإلا رح فجر القنبلة. نزلوا سلاحكم. نزلوا سلاحكم ولاك. يلا خلي زهرة تروح. انت شو اللي عم تعمله؟ ليش عم نساعدها لهي؟ خلاص ولاك. على خصرة في قنبلة مشايف؟ باللي بإيدها ممكن الكل يموتوا. انت استنيني هون زهرة، دي أنا بلاها. يلا امشوا خدوني لعند الزعيم. اختي انتبهي. الله يخليك انتبهي. قلت لك رح تعالجه هون، هون رح تعالجه. عياش معلم أخي، أماني سامحوني. لا تستسلم، أنا خلاص وقتي انتهى. عياش خليك معي. عياش بلال، بلال أخي لا تموت. بلال أخي لا تموت لك، إذا مت تبيت لك. بلال، بلال بعد يا زعيم. زعيم عم قلك اتركه. بلال بعد بقى. بلال لهون وبس يا زعيم. امسكي هاد. تمام طارق، انت اهتم هلا بمعالجة عياش. عياش يا اخي يلا استحمل شوي كمان. يلا عياش بترجاك يا عياش، يلا اصحى. يلا ولك، يلا خد نفس، لا تعذبنا بلال. يلا يلا عياش، يلا عياش كرمال الله لا تموت. بلال
ليك بلال، إذا عشت رح أعطيك واحدة من الوزارات تبعاتي ورح نمشي الدولة سوا. يلا افتح عيونك زعيم، ارجع لورا، ارجع لورا بقى زعيم. يلا يا زعيم، يلا ارجع لورا. زعيم عنده مشكلة بالتنفس، ممكن قلبه يوقف في أي لحظة، عم نتسابق مع الوقت. نادي كرمو بسرعة. ديالا انت وكرمو جهزوا لي أي شيء نحمل عياش عليه. يلا عجلوا عوام. يلا تمام طارق، يلا زعيم، يلا عياش، عياش يلا عياش. نحن ليش واقفين كابتن علاء؟ طلب الدعم. وإذا طلبت شو راح يصير؟ هاي المرة مع قنبلة، إذا فجرتها كلياتنا بنروح فيها. طيب بس أعطيني الإذن لحتى أقتل هاي الخاينة. ولك خراس بقى. ليش حتى ما قتلها كابتن علاء؟ ها؟ اترك البنت ولك، اتركها ولك، نقلع. زهرة يلا روحي. انت حرة، ليش واقفة؟ ما بقدر روح كابتن علاء، ما فيني روح واتركن. زهرة روحي، ما رح تصير امور منيحة هون. ليش اكل همي لهالدرجة؟ لانه بحبك كتير زهرة، عندك اللي بتحبي وبتحبوا بعضكم كتير، لازم تروحي، حرام ما توصلوا لبعضكم. روحوا من هون وعيشوا بقى. يا ريت نقدر نروح، بس بهاي الظروف كيف رح نروح؟ كابتن وائل، كابتن وائل عم تسمعني؟ شو رح يصير هلا؟ شو في ولك؟ أخذوا زعيم رهينة كابتن وائل، دكتور ومرته لساتهم هون. لك انت شو عم تقول لك؟ ليش علاء مو هنيك؟ هو هون بس مرت الدكتور مع قنبلة. لا تسمحوا لهم يطلعوا من هنيك، انا جاي لهنيك، لا تسمحوا لهم ابدا. امرك كابتن. ما لازم نضل واقفين، ما لازم نستسلم، لازم نعمل شيء، لا تستسلموا، في شيء عم يصير. نحن مستحيل نضل ساكتين. كلامك مزبوط، احنا لازم نطلع. يا جماعة اسمعوني شوي، الاعتصام انتهى. يا جماعة الاعتصام انتهى. يلا تسل على بيته. يلا يلا خلينا. وقفوا لك. لوين رايحين؟ لوين رايحين الولاد؟ اللي بده يروح راح اصدر امر باعدامه. بقتلكم كلكم ولا بسأل. عم توقفوا ضد أوامر الحزب؟ لوين مفكرين حالكم هي؟ طبول المجرمين، طبول خوني. الله يستخدم منكم يا رب. يلا 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 اوصوا لك، اوصوا يا خوص. انا ما عاد اوص على شعبي بقى، خلصنا. اوصوا اوصوا يلا. يلا اوصوا معي، امشوا معي، اوصوا بعيد، اوصوا معي، يلا اوصوا. وقفوا، خلوا حالكم. وين راحوا هدول؟ نزار أخي، نزار، نزار ابني. طلع ما عاد يعرفوا يعملوا شيء. من يوم ورايح الأوضاع سيئة كتير. فورا نحن كمان لازم نغير التكتيك بسرعة لحتى نكسب الناس، لازم نلحقهم على الدحسة. هلأ دورك أنت عدنان، بالوقت اللي الناس عم تتراجع فيه أنت رح تقنعهم بأي طريقة، قد ما عندك رجال وعلى قد ما عندك معارف، لحتى تقدروا تحركوا الناس بالمنطقة. اضغطوا بقوة، ادعسوا على أعصابهم، ونحن كمان بالرجال اللي عنا رح نحاول نحاصر اللي صار. هاي الدولة دورها انتهى. رح نقول حتى ونحن عم نتراجع،
عم يعاملونا معاملة الإرهابيين. بعدين التنظيم رح يرجع ليربح منهم مرة تانية. يعني يا عدنان رح تحاول تلاقي لنا حدا جرايمه كتيرة، وانتو اللي رح تقبضوا عليه، طارق كمان وكل المقاومين معه. بعد التنظيم رح يدلي بتصريح رح يقولوا منهم، بس مجموعة منفصلة عنهم. بهذا الوقت رح توسخوا اسمهم، ومن دون ما تقربوا على اسم التنظيم أبدا. هذا الموضوع رح ينحل بأسرع وقت عدنان. خلي هاي الخطة تتنفذ، وبهداك الوقت رح نشوف مين هو اللي عم يستمتع. التنظيم رح يدلي بالتصريحات ورا بعضها، رح يقولوا انهم ايدنا اليمين بس انقلبوا علينا وتحركوا من دون اوامرنا، ورح يقولوا انه ما قطعوا الاوامر. رح نرميهم كلهم بالحبس، بس رح يدخلوا السجن على انهم خونة، والشعب ما رح يشفق عليهم ابدا، رح يلعنوهم. من يوم ورايح ما رح يوثقوا بحدا غيرنا ولا رح يدعموا حدا غيرنا، والأوضاع رح تنقلب فوقانة تحتاني. وإذا نحن قدرنا نقوم بزيادة بعض الفعاليات المهمة بالمنطقة، الدولة إن كان بالشرق أو بالغرب كمان رح تكون فتحة إيدي إلنا. وهذا اللي صار رح يكون نقلة نوعية إلنا، والخطة اللي عم نعملها رح تتحقق بالشكل اللي بدنا إياه. يلا عياش ساعدوا يلا. ولك ساعدوا، كل هدول الناس ساعدتهم. أخي بس اللي رح يموت بإيديك. أنا أخي ما رح يموت دكتور، أخي ما رح يموت. أنا زعيم انقذ لي أخي، أنا أخي مستحيل يموت. خلصوا يلا. أمي 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 لا تتركيني. لا تبكي ابني، لا تبكي ابني، لا تخاف، الله ما رح يفرقنا عن بعضنا، بشي يوم أكيد رح نلتقي. خليك بعيد عن عديمي الإيمان، لا تترك حدا يخدعك حبيبي، لا تعمل إلا اللي ربيتك عليه، لا تطلع عن كلمتي. وينك أمي؟ مو على أساس رح نلتقي؟ أمي؟ أمي هذا أنتي؟ ما منتي؟ أنا ما رحت لأي مكان ابني، أنتوا اللي رحتوا يا روحي. ليكني أنا هون، جيت لعندك مثل ما قلتي، أنا وأنتي سوا، ما رح أتركك بعد اليوم أمي. أمي؟ أبي وإخواتي هون كمان؟ إيه هني هون، بس أخوك شامل مو بيناتهم. زعيم أخي شامل؟ أخي عم تحكي عن أخي شامل؟ لقيته أمي، لقيته. ليش أنت زعلانة أمي؟ ليش عم تبكي؟ لأنه أخي شامل صار واحد تاني، وإيديه ملوتين بالدم. أمي وقفي، لا تتركيني، لا تروحي، مو على أساس رح نضل سوا، مو هيك قلتي لي أمي؟ ها؟ شو اللي صار؟ لا تتركيني، أنا لساتني ابنك. رح نلتقي ابني، بس مو هلأ، ما إجا وقتك، بس رح نلتقي. مدام هيك أنا كمان بوعدك،
أخي رح جيبه معي كرمال يجي رح أعمل يلي بقدر عليه أمي بوعدك رح خلصه لأخي أمي أمي لا تروحي أمي وعد مني يا أمي كرمال أخي صير رجال منيح رح أعمل يلي بقدر عليه عياش عياش رح جيبه أمي رح جيبه ورح يكون إنسان منيح بوعدك إنه أخي كمان رح يكون إنسان منيح بلال لازم ناخده على المستشفى دغري إذا ما عملنا العملية رح يروح من بين إيدينا يلا بسرعة يلا يلا تمام يلا بلال امشي قدامي لشوف يا رئيس الدولة الكبير هلأ رح يبين معنا إذا كنت كبير رح نشوف إذا رح تقدر تقنع الناس توقف الدمية اللي بالمنطقة ديالا يلا بسم الله امشي قدام امشي يلا يلا بدك عجلوا بعدوا الدعم الامور رجعت العقد هون بعدوا الدعم بعدوا الدعم يلا بسرعه يلا بسرعه بعدوا يلا بسرعه وراه هروب من هذيك الجهه انت روح واقف 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 عندك رئيسنا ألف مبروك كلامك كان كتير حلو يسلم هالدم يا رب معلم ثندان معلم ثندان هلا سمعت لك محادثة عن لاسلكي ديالة بالقمدة اللي معها كبست على المخزن اللي فيه زعيم ووائل طلب الدعم ورايحين هنيك لك ازو انت شو عم تقول بما انه ما ضل لنا شغل هون خلونا نستعجل مشان نساعدهم يلا يا شباب يلا. وقفوا يلا. شوي وقفوا علوش وقفوا شوي استخدموا عقلكم شوي بلا ما نروح كلنا سوا حدا يضل مع بدر الدين بيك كمان لازم ندور على المنطقة كلها لازم ندعم الناس ونوعيهم ليتراجعوا مو هيك؟ فكرة حلوة كتير برافو عليك انت خليك هون ونحن رايحين نساعده تمام لك خلص تفضل يا بيك بعدين انا بحاسبك هزو المجنون تعال هون يلا سهر عجل هذا البث انت سجلته يا اخي ما هيك؟ حلو كتير هذا البث بدي تكرره على الشاشة تمام حبيبي؟ ها ليه؟ أنا بيقولوا عمي عزو المجنون شرفت كثير بمعرفتك وبتمنى أنت كمان تكون شرفت أكثر وإلا ستحدث تفجيرات كبيرة وعندئذ لا نستطيع إلا أن نسلم على بعضنا أهلا وسهلا لا تخاف مني يا ابني أنا صحيح رجل متفجر بس أنا إنسان ولك عزو بس بدك حدا لتحكي معه يلا خلصنا لا تأخذنا يا أخي يا عزو خلصنا بقى لك منو يطلعوا هدول كمان؟ على البلدان بدك تفوت البيت يلا 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 يا شباب يلا 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 بسرعة خبوا خبوا هوني على أدبه في شرط خنابي مع الوقت صارت عامة عندي كل شي منكن يا عندي أي متفجر أي قنبلة أي تي ام تي هلا برجيكن يا أكلام سلموا حالكن يا أحلامكن وإذا ما سلمنا حمش راح يطير يا عندي في العلم قولك عزو يلا لشوف أعطيهم قنبلة من عندك لعيونك أنت بتأمر أمر يا علوش راح أعطيهم قنبلة هاه قد العام رح يطلطع ما بين اثنان زهرة يلا تعي يلا يلا
لا تحركوا. وقفوا لك، شو اللي عم تعملوا؟ ما قنبلة ولك؟ انت اجدم ولا شو؟ جرس جنبه ولك؟ كيف رح تجي القنبلة؟ الحقوني ولك، يلا. اسمعوني، اسمعوا، رح نتفق انا وانتو. ايه اتركوني هون، وانتو وانتو طلعوا وين ما بدكن، واذا بدكن بعطيكن واحدة من الوزارات بدولتي. شو؟ بس دحقوا لعياش على المشفى وخبروا المشفى باوامري، رح ينفذوا اللي بدكن اياه. بكفي بقى خلاص يا زعيم سكوت، كرمه ما عم يفتح الباب. دكتور رح اعملك رئيس الاطباء، ها شو رايك؟ واذا بدك برجع قائم مقام، حتى بعملك رئيس وزراء، ها؟ شو قلت دكتور؟ تعال ارفع معي. شو عم تعمل لك علاء؟ عم بعمل اللي لازم اعمله زعيم. يلا وين انت؟ يلا امشي قدامي. يلا واطي، ليش عم تعمل هيك ولك؟ ليش هيك عم تعمل يا كلب؟ فاكريني غبي زعيم؟ بتحاسبوني وبعدين بتسامحوني؟ انا فهمت كل شيء، انتو كمان افهموا بقى. هاي الامور ما بتصير بقتل الناس. ولك واطي خلص بكفي بقى، رح تموت على ايدي ولك. علاء يلا انت كمان تعال معنا. يلا ما فيني اجي، لا تاخذوني، وجودي هون بفيدكم اكثر. انتو روحوا، انا انتقامي لسه ما خلص. تمام يلا امشوا. يلا يلا علاء، كرمال الله تعامانا. يلا مستحيل زهرة، انتي روحي، روحي لعند علي، انتو الاثنين لابقين لبعضكم. يلا روحوا من هون وجيبوا اولاد حلوين. يلا يلا لا توقفوا. يلا يا ريت لو عرفتك قبل هلأ زهرة، بس هيك كمان منيح، لأنه حبي إليك هو اللي حط النور بقلبي. انت شو عم تعمل هون كابتن علاء؟ يلا يا زعيم امشي. كنت حاسس فيك اصلا، انت واحد خاين. ولك انا ما بيكون اسمي زعيم اذا ما حاسبتك، انا بورجيك يا حقير. عم يهربوا. وين اولاك؟ يلا الحقوني. شو عم تعمل وائل؟ عم تخاطر بحياة زعيم هيك؟ انت خلاص علاء، اسحق ولك، اسحق الجن وتقوص. علاء شو عم تعمل؟ نزل سلاحك. حفرت أبرك بإيدك يا علاء. وقف عندك إلا سلكي. كرمو انتبه عليه. تفضل زيدان. عم تسمعني منيح يا زيدان؟ انتو بخير طارق؟ نحن بخير، شو عملتوا بموضوع التلفزيون؟ تمام؟ وصلنا لهدفنا طارق، واستولينا على القناة وطلعناه على البث المباشر. ألف الحمد لله يا طارق، كانوا رجاله لعدنان برا وقت اللي طلعنا ونحن ملاحقين. شو عم بتقول يا زيدان؟ ليك بدر الدين عمل يلي بدنا اياه، نحن كمان لازم نوفي بوعدنا، لازم يطلع من هنيك بخير وسلامة وتوصلوا لأحفاده، لأنه هذا دين برقبتنا. لا تاكل هم يا طارق، طول ما فيني نفس ما بخلي حدا يلمس شعره من بدر الدين. تمام زيدان. طارق شو رح نعمل هلأ؟ لازم نوصل عياش للمستشفى وإلا رح يموت. لا تموت بدال، لا تموت، رح ننتقم منهم سوا. أنت لازمني هلأ، أنت أخي الغالي. بدر الدين من هون. يلا تعالوا من هون. عم تحاولوا على الفاضي، هذا الموضوع انتهى. فاكريننا بهي السهولة؟ ها؟ انتوا اللي انسوا الموضوع. إذا انتوا ما استسلمتوا نحن كمان ما رح نهدى. ليك أنا هلأ رح شعلها لهي، وبعدين كنا سوا رح نهرب لهداك الشارع اللي ورانا. ليك الموضوع تهلك قديش هلأ.
الله نفضحها. هوب، وين رايحين يا شباب؟ أنا خطتي أسهل عزو، راح تتركوا أسلحتكم وكل شي بينتهي مثل ألعاب الكمبيوتر وبس هيك، يعني اللعبة كلها انتهت. حاولي هات شوف، قل له راح ابعتهم على الحبس. امشي يلا يلا امشي يلا حرك. وينك يا حبيب؟ ممكن تكون اكثر نومه لانه اللي معك نايمه جدا. خلاص خلاص، بدي زيدان ورئيس البلديه لطغون بسرعه. تعال يا بيك تعال، دخيلك يا الله مسكوه. يلا تحركوا يلا يلا يلا، يا الله شو بدي اعمل هلا؟ ليك هالشغله، انت ورجيني الطريق ونور لي الدرب يا ربي. يلا يا بيك يلا دع. اذا بدك تعيش يا زعيم رح تقول لرجالك هلا ينسحبوا من قدام المشفى، وكمان رح ينسحبوا من كل مكان، والا رح سلمك لايدين الشعب. تمام تمام، رح اعمل اللي بدكم اياه. خلص تركيني تركيني. نزل نزل سلاحك. ساعدوني. بعد من هون ولك بعد من هون، فضوا المكان. يلا يلا. لكن اليوم من هون هون. يلا دكتور دكتور بعد اذنك تفضل تعال. لازم يدخل على العملية فورا، فقدم كتير وعنده مشكلة بالضغط. يلا زعيم، انت سمعت لديالة، رح تسحب رجالك من المنطقة ودغري كمان. يلا. وإليكم آخر التطورات أعزائي المشاهدين. تركوليا، بعد الأحداث الإرهابية في المنطقة والتي على وشك الانتهاء، فإن المتهمين تم إلقاء القبض عليهم في عملية من قسم مكافحة الإرهاب، وكان من بينهم الشخص الذي كان موجوداً في تبشير المكتبة في المنطقة، علي الموجود ضمن الجماعة الإرهابية، وبتصريح من التنظيم أن هذه المجموعة تابعة لهم وهي ساعدهم الأيمن. علوش. وبعد التأكد أنه على قيد الحياة، لا يزال البحث مستمراً عن قائد هذه المجموعة وهو القائم مقام السابق للمنطقة طارق كايا. والآن إليكم مع الصور الأخيرة من المنطقة. ما عاد في داعي أعمل شيء، ما هيك دكتور؟ كيف ما كان ضيعنا المنطقة. بس الظاهر إنه أنتوا يلي خسرتوا هلا. ليك تركني، وعد مني رح ساعدكم. خرس زعيم. طارق طارق شو رح نعمل هلا؟ ديالا الوضع صعب، سواء هلا او بعدين، ما دام انهم عم يلعبوا على التقيل نحن كمان رح نلعب على القتل. طارق عم تسمعني؟ طارق عم تسمعوني؟ رد علي طارق. رفقاتنا انمسكوا يا طارق، وقعوا بايده العدنان ورجاله. بعرف زيدان، بدر الدين بيك منيح؟ ايه منيح الف الحمد لله، طلعته من هنيك بخير وسلامه. الحمد لله الحمد لله، الله يوفقه يا رب. وهلا مثل ما وعدنا، خذوا لعند المساعد فاروق، خليه يتأكد من خروجه من المنطقة بخير وسلامة. تمام طارق. طارق، مشان رفقاتنا شو بدنا نسوي؟ زيدان، رح نرد لهم الضربة. هن عم بيحاولوا يلاحقونا بالقانون، ونحن كمان رح نلاحقهم على طريقتهم. زعيم بإيدنا هلا، ورح أتصل بالمدعي العام. زعيم رح يحكي، ورح يعترف بكل شيء. أنت بس لاقي صافي، وأمن عليه منيح، وبعدين استنى مني خبر، رح نبقى على اتصال. تمام طارق. غرفة العمليات مخربة تماماً، مو خرج نستخدمها أبداً.
انتوا بس جهزوا لي غرفة يا دكتور وشوية لوازم، الرجال رح يموت معنا وقت كتير، استعجلوا. طيب. بلال، يعني عياش برأيك رح يعيش دكتور؟ رح نعمل يلي بيطلع بإيدنا، وإذا أنت بتعمل يلي بيطلع بإيدك بيكون منيح. تعال هون لشوف، تعال، يلا يا زعيم، يلا. أخي طارق، كمان مسك علاء. علاء فدى بحاله كرمالنا نحن، وعلوش كمان بإيديهن، ما رح نعمل أي شيء؟ ما بعرف يا زهرة، إذا رح نقدر نخلصهم ولا ما رح نقدر، ما بعرف. بس بعرف شغلة واحدة، إنه نحن عم نعمل الصح. وطول ما في بإيدنا نعمة مثل زعيم، ما رح يقدروا يوقفونا أبداً، وهلأ بالذات رح نقدر نقضي عليهم. حتى لو اضطرينا نموت، منموت كلياتنا كرمال هالموضوع. يا ربي، من جهة علوش ومن جهة علاء، انت ساعدن يا الله، بترجاك ساعدن. الأمور تعقدت كثير أوندير، زعيم المسك وعلاء طلع خاين. كيف صار هيك ولك؟ كيف بيصير معكم كل هاد؟ طلع رئيس البلدية على التلفزيون ووعى الناس، والناس بيحبوه كتير، صدقوه إله. هلأ قلبوا علينا الموازين أوندير، دمرونا كل شي صار بلحظة واحدة. بس أنا برأيي أساس المشكلة كانت بالضباط اللي عنا، زعيم ما كان قد المسؤولية أبدا. معناتها أنت هلأ بوش المدفع، خلصوا لزعيم. إذا تعقدت الأمور أكتر تصل فيني فورا، ولا تتصرف من رأسك أبدا. كيف بينمسك زعيم؟ كيف بيوقع رهينة بيدهم؟ بالوقت اللي كانت الأمور لصالحنا، بالوقت اللي قربنا نحل الأمور، كيف يصير هيك شيء؟ إذا حاولوا يستجوبوا لزعيم مثل البلبل رح ينطق بكل شيء. كل شيء عملناه لهلأ كل شيء بيروح على الفاضي. ما تاكل هم، يلي بدك يا بيصير، بس اللي خايف منه إنه الزعيم رخو كتير، لحتى ما يموت بيبيعنا إلنا كمان، وإذا ما قدرنا نخلصه نقتله ونخلص منه. ما عاد في كابتن زعيم ولك، ولا عاد في كابتن علاء بنوب، في كابتن وائل. أوندير سلمني القيادة هون، من اليوم ورايح راح تطيعوني إلي، مفهوم؟ إيه مفهوم كابتن. كابتن وائل، كابتن وائل، شو صار ولك؟ المشفى كمان فقدناها، كابتن زعيم هنيك أخدوا رهينة. لكان هن بالمشفى مو هيك؟ اتركوا لي كم مناوب هون، لبين ما نطلع من المنطقة لازم يكون المكان هون مأمن. يلا تحركوا، يلا يلا تحركوا، تحركوا يا شباب. وائل طالع لي من هون. رح يلاقوهن، رح يقتلوها لزهرة. ليش مهتم لهي الدرجة؟ مين هي زهرة؟ هي أختك شي؟ مهمة كتير، أنا لازم أطلع من هون فورا. يلا ولاد ولاد، بعد اذنك يا حبيبي يا ريت تتركوا يا حرام عليكم. اتركوا لك، امشوا يلا خلصوا يا كادر. اتركوني اذا ما ركبت لك الحلق. يلا خلصونا، تحرك. بدي كمان التانيين، عم تفهموني؟ لازم تلاقوهن خلال 24 ساعة. طارق كاي رح تلاقوه وين ما كان، حتى لو كان ببطن أمه رح تلاقوه. ألو مساعد فاروق. خير عدنان؟ شو الأمور ما مشيت مثل ما بدكن؟ تركك هلأ من الحكي الفاضي. قام مقام السابق يلي كان ميت طلع عايش وهربان كمان، بدي إلقاء القبض عليه فورا. وقول لرجالك كمان إنه خلال 24 ساعة رح يلتقى ورح يتسلم للعدالة. ليك أنت الظاهر مفكر حالك شغلة كبيرة، نحن أوامرنا ما بناخدها منك عدنان بيك. إذا بتنفس بيكون أحسن لك فاروق بيك. وأنت بتعرف إنه المغفرة إلى حرمته مو هيك؟ ولحتى أنا ما أزيك بحرمته بدك تنفذ اللي عم قلك عليه. سيادة المساعد، بترجاك تساعدني، املي بإيديهم. ماشي خالتي، رح أعمل اللي بقدر عليه. يسلموا، يلا يا بنتي.
يلا بيسر. يلا بخاطرك. وردي. زيدان. تعي اختي تعي. زيدان. شوفي. برضاي عليك ساعده لابني زيدان. ابني نزار بايدهم هلا. لانه ابني ما قوص معهم علينا اخذوه. وردي بس انا. الله يخليك عم زيدان ساعده. رح يقتلوه. شو يعني؟ بعد كل كلامك عن مساعدتك واجيت قلت لي سامحيني، كل هذا كان كذب؟ اروح انا بخلص ابني بنفسي. تمام خلصنا وردي، رح ساعدكم. وينهم هلا؟ بالخراب اللي هون. مزفر عم ينتظرنا. يلا نروح لعنده بسرعه. يلا مزفر ابني وين رحت؟ مزفر وردي تعي شوفي، تعي طلعي كاتب شي هون. ليكي شو كاتب؟ أخي بسببي أنا صار في هيك يا أمي، بسببي أنا طلع على الجبل واللي عمله كان كرمالي خلصني. أنا كمان رح روح وخلصه، استنوني هون، أنا رح جيب أخي وارجع وما رح أرجع بلا أبدا. وردي وردي وقفي. أعطيهم أكل لهم كمان؟ أكل شو؟ رح يموتوا بعد شوي، يأكلوا سم الهاري. أخي مظفر كيف فتت لهون؟ يلا أخي يلا، ما في حراس كتير. يلا بسرعة.